MBC بتضلها قناتي كمتفرج كمشاهد، وقناتي اللي بحبها واللي اشتغلت فيها شغل أنا كتير بحبه، قناتي اللي أعطتني أحلى أيام وأحلى أصحاب وأحلى إخوات، وبرنامج كتير بعتز فيه لليوم. لليوم ده أنا لما بسمع ناس بتقول لي برنامجكم أثر فيه، برنامجكم عمل تغيير في حياتي، ما بتتخيل قديش بشعر بفخر وبسعادة. فرح اللي عرفها الجمهور كممثلة عرفها أيضاً كمقدمة في برنامج كلام نواعم إلى جانب ثلاث مذيعات، وانطلق عام 2002 وكان أول برنامج عربي معني بقضايا المرأة. أول مرة في تاريخ التلفزيونات العربية أعزائي تجتمع أربع نساء ضمن برنامج تلفزيوني جديد على شاشة MBC. تتذكر لسه أول يوم إليك بالست تاع كلام نواعم؟ بتذكر أول يوم فتت على المكتب، شفت نشوى الرويني زميلتي الحبيبة العزيزة، شفت مدام فوزية سلامة الله يرحمها، وشفت منى أبو سلمان. كان يوم كتير مميز لهلأ بتذكر. نشوى قالت لي أنا حنوحة عشان كتير يعني صوتي واطي. حوارنا اليوم كتير ساخن وقوي، بس رح نشوف أول شيء تقرير بيحكي عن رأي القانون والدين بهالموضوع، خلينا نشوف. ودخلوا النواعم قلوب الجمهور، فكان في كيمستري كتير حلوة بين الإعلاميات الأربعة، مدام فوزية سلامة ورانيا برغوث ومنى أبو سليمان وفرح بسيسو. كيف علاقتك اليوم مع زميلاتك بكلام نواعم؟ لساتكم على تواصل؟ لسا بتحكوا مع بعض؟ دول روح قلبي. انت شو عم تحكي؟ هدول صحباتي وإخواتي، دول روح قلبي، هدول اللي طلعت فيهم من كلام نواعم. فشكراً عن جد لرب العالمين، وشكراً لMBC اللي أعطتني هالهدية المباركة إني أنا لقيت إخواتي وأمي بالحياة. وخلال سنوات تقديم فرح للبرنامج كان في حلقات استثنائية ما رح تنساها أبداً. طب أنت شو أكتر انتربيو عملتيها وبتحبيها؟ أو أكتر شخصية التقيتي فيها بالبرنامج؟ وتعرفتي عليها من الضيوف اللي اجوكي سيلبرتيز؟ نور الشريف. انا نور الشريف الله يرحمه، ما بتتخيل قديش اثرت فيها مقابلته. يعني من الناس اللي عارفه كثير تركوا اثر عميق وحلو جدا في داخلي، من الشخصيات اللي كثير استمتعت انه احنا عملنا معاه مقابله، ومبسوطه انه احنا عملنا معاه مقابله. هاي المقابله والحقيقه مقابله العيال كبرت، أفراد طاقم مسرحية العيال كبرت. ما بتتخيلي دانا قديش كنت سعيدة، كنا كلنا زي الأطفال الصغار. وفي العشر سنوات اللي قدمت فيهم فرح كلام نواعم، تغييرات كتيرة طرقت على حياتها الشخصية، وكان الجمهور جزء منها. شاركتي الجمهور معك ب يعني أهم لحظات حياتك. أول مرة انخطبت فيها بتذكر عملنا هالليلة بالستوديو، مدام فوزية بالحلقة تقول لي هاتي أشوف الخاتم بتاعك ومش عارفة، وكنت مبسوطة ومزقطتة. بعدين فسخت خطبتي. بتذكر خطبتي طلب إيدي على الهواء، هذا برضو كان حدث كتير فظيع وما بنسى وقتها. دانا زغروطة حدا من الجمهور اللي كان قاعد، الزغروطة خلتني أبكي بزيادة، لأنه حسيت إني أنا عم بحتفل مع عائلتي ومع حبايبي ومع أصحابي، ولادة بنتي حبيبة. وحتى لاسم بنتها الأولى حبيبة قصة مرتبطة بكلام نواعم. اسم حبيبة كنا أنسات، وأنا مقررة إني أسميها حبيبة. فما بنسى منى أبو سليمان حبيبتي وأختي وصاحبتي قالت لي لا يا شيخة تسميها حبيبة، وكان أحمد الشوقيري معانا ضيف، وعارفة قلت لها لا اسم حبيبة كتير حنون وحلو حباية منى، لا 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 هذا اسم مش لطيف، لا لا تسميه حبيبة. جيت يومها على الأوتيل بسمع الفويس مسجز تبعتي، فلقيت رسالة من الأخ العزيز الشوقيري قال لي أخت فرح سمي حبيبة لا تردي على منى. والله قال لي سمي حبيبة، إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمها أم حبيبة، جو أهيد سميها حبيبة. وبعد عام 2014 ابتعدت فرح عن الساحة الفنية، فهل تعود إلى الأضواء بعد غياب؟ إن شاء الله راجعة قريباً، راجعة بشغلي وبمهنتي اللي أنا بحبها التمثيل. اللي بشتغل قدام الشاشة ما بقدر يغيب عنها، ما بقدر. بتغيبي فترة بس ما بتقدري، هذا شغفك وحبك وحياتك وكيانك. فإن شاء الله قريباً راجعة. شو مخبتي لنا يعني قريباً؟ مسلسل؟ لا 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 يعني أول
والله في هيك مشروعين يعني مش هقدر احكي فيهم غير ليتموا.